قومني. لا مع السلامة. السلامة جايبكم. احترق احترق. السلام عليكم، حياكم الله يا مزمزين. اليوم معانا لعبة The Division 2، معانا الشبيبة، راح نلعب ان شاء الله في مجمع الراشد على قولة زيزو تايجر. راح ندخل داخل نقتحم المجمع ونحاول نوصل الى محل العاب البلاي ستيشن عشان ناخذ الاشرطة ونوزعها بين الشباب. فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل يا ولا يا ورع يا ورع. شفيك انت يا ورع؟ ها بجلده ذا ويسكر ذا بجلده، خاين في كل الالعاب خاين. فالان راح نبدا بسم الله على بركه الله، ندخل المجمع ونشوف ماذا يوجد في داخل المجمع. يلا بسم الله. تتابعوني تحت حساباتي تحت موجود في الوصف. والله يلا يا شباب، وش رايكم في الترجمه حقت اللعبه والدبلجه؟ كل واحد كل واحد يا عبد الله الدوسري ملزل زيز، وش رايكم في الترجمه والدبلجه حقت اللعبه؟ اجلد بحولي ابدا، خلنا نخلص هنا وبعدين ناخذ رايكم. ايه الضحكه الشريره، عساك بعد ما تطيح على وجهك بعد شوي. نبي الاستفتاحيه بعبد الله الدوسر انه يطيح يا جماعه، اذا في امكانيه يعني يا ليت. شوف لاحظت من يدور الشر، لاحظت من يدور الشر علينا. من يدور الشر ذا ملزز مكلبش. كفو. اذا ما طاح تكتم جيمز. ما ماروتي اذا ما طاح تكتم جيمز ولا اللعبه ما لا طعم. اذا ما طاح هو الواحد اجلد اجلد اقففف جات ملزز خويتك. نسفتهم نفس راعي السكين. كفو كفو كفو. مجمع الراشد ما هو بسيط والله، في زحمه هنا. طبعا يا شباب بالنسبه لي انا الترجمه والدبلجه حقت The Division 2 صراحه رهيبه، يعني صراحه تعبوا عليها، وحتى الطور التعاوني في اللعبه جميل بعد. يما 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 الحقيني الحمد لله عبد الله الدوسري طاح اول واحد. تعال تعال انزل داخل. ماماروتي وينك ماماروتي؟ تعال عندي تعال انا اقرب لك. تعال الله انك ابراهيم فزعه، والله انا قبل عين فزعات اطلق منك. انا قلت لكم خاين ملزز. كفو 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 قايل لكم خاين. شوف الراحة. لا تدرعم لا تدرعم انت، خليك عندنا ان شاء الله. سرميت انا هنا اصلا. اي لقد مت. الله ايش الطرف اللي جالس اسمع انا؟ انا ندمان اشد الندم لاني كنت جنب عبد الله، المفروض اكون بعيد عنه. هذا خاين، هذا خاين بمعنى الكلمة. استغفر الله قام يموت واجد يحط براسي. والله خاين. يلا يسعد لي اللي يموتون يا شيخ، يسعد لي. عبد الله الدوسري هو موح موح موح. يلا عبد الله الدوسري يلا. لا انت موت واضح يتمر. انا بك مقدام بك مقدام انت يا اخي قسم بالله شرقي. يلا يا جماعه يلا يلا زيزو انت. طبعا اللعبه توها نازله يا جماعه الخير، موجوده على جميع المنصات معربه ومدبلجه، وهذا اللي يميزها. تقدرون يعني تجربونها، ترى تطورها تعاوني اكثر شيء، لا تلعبها لحالك تنجل. وتلعب بالاستراتيجيه يا ابو لحالك بالاستراتيجيه. ها في سنايبر لحالك، اعتبر نفسك عبد الله الدوسري اذا لحالك. ايوه بالضبط. اوكي شكلي بموت. موت مات. طيب كفو. اقول لك عندي رشاش على كيف اول شيء. والله مستقوى يا ذي. جلدو تبو منه تراها موجي جعلت السله. كفو يا عبد الله الدوسري. كفو عبد الله الدوسري، والله طلع منك يا شيخ، والله طلعت قوي. كيف كذا؟ يم بنفسجي ورا. وين هذا بسيارته ذي تحوم عندك؟ بنفسجي هناك. وانا اقول وش اللي وراك ذي ملزلز؟ هذه مالك خليها تتبعني لي. بس هذه خلي علي. ما ماتت للحين. ايش هذا صديق؟ يوسف طاح. اصبر. خنت حيلي يا يوسف. يا ساتر. اهم شيء يوسف يصيح يقول احتاج المساعدة. ايش رايكم بسلاحي؟ ايش رايكم بسلاحي؟ يا لبيه. يا لبيه انت. لا تدرع بس انت، احنا بخير. كفو يا الجن. اترك لهم هناك. كفو عبد الله الدوسري. مطنوخ عبد الله الدوسري موت. مطنوخ يا جماعه. مطنوخ الدوسري. من قدم. اوف. شو السيارة دي خبينا؟ بنفسجي. خلوه عليه. ذبحته خلاص. يلا.
طبعا لا تنسون اللايك والاشتراك ودعمنا لا تنسون الديسلايك لا تنسون الديسلايك الديسلايك ترى مهم جدا اوف اوف مواقف سيارات اوه بول 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 فضحتونا فضحتونا اوف علمهم ان نكون ملزز اطلق سيارتك اطلقت سيارتي طاقتك طاقتك ملزز خلوه عليه خلوه عليه زلوه 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 لعيون 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 عبد الله لعيون عبد الله كفو كفو شوي كفو لعيون عبد الله ترى انجل اوف 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 سياره لا خلك 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 شيت خلك عبد الله الدوسري انت بهولة خنت حيلي هذا ساعدك كان عشق خنت حيلي خنت حيلي يا الدوسري كفو اخيرا اخيرا انقذك يا ملزلز والله كفو الدوسري اعطوه لايك سيارة 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 قاعد تضحك عبد الله الدوسري انفجرت انفجرت عند الدوسري لا تطبع امور طيب هناك هناك شوف هناك شوف هناك يقول الحقيرة قادمة من هناك من اللي يغرب عن وجهي؟ اغرب عن وجهي لا استطيع ان اغرب عن وجهي يا حلو والله موقف السيارات ذكرتني في ريزيدنت ايفل 2 شيكو شيكو المكان زين ما شاء الله ملزز هذا باقي مطاردتك ذي ما انفجرت رهيبه اخي السياره ذي حبيتها يبغى لي زيها جد يبارك شوف 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 زيزو ليه ما اخذ زيها زيزو ما شاء الله يطارد كل مكان ذي يبي يشوفني اموت يبي يشوفني اموت عبد الله الدوسري اوف اوف عبد الله عبد الله شوف في المقدمه عبد الله عبد الله عبد الله شوف على علمنا اشرح لنا اشرح لنا عبد الله صاير فيهم ها اشرح لنا صاير فيهم الناس اللي هنا والله شوف هذا يعني واضح انها تتشحد وذبحها واحد طيب يعطيك العافيه تعال هنا ما قصر ما قصر الله يستر اي عميل ذا من الله يستر الله يستر مكان مواجهه هناك عز الله هذا المكان الله يستر نبي شغل شغل يلا شغل الحين بيحشروننا هنا ترى بننحشر ها الله عز الله بسوي لايف ستريم بسوي لايف ستريم هنا بث مباشر كيف كيف يا شيخ لا حد يضرب لا حد يضرب دقيقه نبي استراتيجيه يا شباب خلوا علي انا بتسلل في سنايبر في سنايبر هناك اي خلوا علي انا بتسلل ها اوكي شوف التسلل يا حمار يا فضيحه مو انا مو انا اللي ضرب زيزو قطع براز زيد جمال البنفسجي اطرح وين ذا وينه شت تعالوا ذكوا خير تعالوا البنفسجي نوك يقنص جاك جاك براز جاك اما قتلوه حلو تفاعل الشخصيات مع اخوياهم يعني مو بس يموت خلاص شكرا شكرا يا ماما روتي شتيبي شتيبي تضرب اخوياي تضرب اخوياي تبغى السنايبر يا عيال تبغى السنايبر ابو سكينه ابو سكينه ابو سكينه الله عن شكلك ابو سكينه وين ذا وينه ابو سكينه جلدو جاي طاحن فيني هذا غيك وينك وينك عدل شت الله يقتل ابليسه عن شكله سنايبر اعطاني وحده في الجبهه انقذوني يا حليب السعوديه انقذني يا حليب السعوديه ماما روتي قتلتك قتلتك طيحين طيب وانا وانا انقذ ماما روتي اسحب على مخي قلبه ماما روتي لبى قلبها ماما روتي مثلا تبطح ملزز تبطح هنا جازت لي تبطح هنا سنايبر طرحته ولا لا؟ طرحت ابوه طرحت اللي على اليمين باقي اللي على اليسار يخرب بيته العن شكله اهني اهني زيزو احلى لايك يا شيخ اي بالله اني بطيح انحش 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 اطفف في سياره يو اهم شيء اظهر محمي خلاص يا الله ركز بذا انا اليوم هدفي ذا هدفي ذا هدفي تعال عندي تعال عندي تعال عندي تعال عندي ها هدفي ذا طرحته الوسخ كفو عليك حمار يكثروا مينا يكثروا مينا سيارتهم سيارتهم الغبيه دي سيارتهم واجد سيارتهم جدكم جدكم السياره جدكم السياره اوف جدكم السياره جد عبد الله الدوسري عبد الله الدوسري جات يما 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 كثرت علي دقيقه دقيقه خلوني اتولاهم هنا سياره ثانيه سياره ثانيه والله خلها تجي
هلا بالموقع الجديد. اوه في زعيم هنا. شباب صراحه الطور التعاوني في اللعبه رهيب. في زعيم. اي في زعيم هنا خصوصا اذا عندك اخويا متفاهمين. في زعيم هنا اجلدوه اجلدوه ورا مندس هنا قوي مره. انتبهوا انتبهوا. ها حذفوا عليه حذفوا عليه قنابل 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 يا جماعه. حيلكم فيه حيلكم فيه. لا ترحمونا لا ترحمونا لا يهرب لا ترحمونا لا ترحمونا. ايييي ذبحته. كفو عليكم. احلى تيم احلى تيم يا شيخ. انا اشهد. طبعا يا شباب للتنبيه بس عبد الله الدوسري وزيزو وملزز كل واحد مصور في قناته. اذا تبغوا حبيت تشوفون كل واحد من جهته روحوا. ايي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 ي
ما خلص صوته يضحك جاي همساك. شو الصوت الغريب ذا؟ انتبهوا 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 وش صار؟ وين صار؟ صندوق صندوق يا عيال. ما مروتي ما مروتي. اوه قالها زيزو تايجر، قالها ابو تايجر، قالها غير منطقة. طيب مدرب نفسك بطل انت ها؟ موت انقذني تكفى ما انا ويسكر تكفى ويسكر. طيب الحين تطلع غصب باليز 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 هو من هذا الشيء باليز لا باليز لا ها دلدول ايش خلينا ذا باليز لا باليز لا لا باليز ابدا طاقة ما في طاقة ما في طاقة بموت قل كيف جايب جايب طيب اوكي طاقتي طاقتي ما في علاج بنموت هنا يا جماعة لا ان شاء الله بان الله موت جماعي اوه فف 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 موت جماعي ما في طاقة معك عبد الله ما في طاقة ولا تابو 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 انا بجيب العيد واضح اني بجيب العيد اوه علاج عالج نفسك يا ابو ناصر استانس اللي قال علاج ما عليك ما عليك بالهداوة بالهداوة بالتركيز تصنع المستحيل اوه جا جا راعي رشاد جا جا اثنين 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 استمر استمر اثنين اثنين شيت ارجع ارجع كل واحد ينعش زيزو توهج زيزو اوه عبد الله الدوسر اثنين نزل تعال تعال نزلز شباب هو ما يشوفني ما مروتي تعالي تعال تعال بنزلز بجيك 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 يا رب ما يضربني يا رب ما يطقني يا رب ما يطقني لا لا طقني طق لا اثنين اطلب المساعدة شقوا عبد الله شقوا عبد الله الدوسري شق تراجعوا يوسف طاح تراجعوا يا جماعة طيحني طيحني طيحك الذيخ اي طيحني الذيخ بعد ما جلدته انا اوريك يا هيد كفو عليك امجي حتى ما عندنا اسعار يخرب بيته ما بدانا حنا وين جينا حنا وين جينا يا جماعه غلط اللي سويناه باليز عبد الله دوس يفكرهم زي ذينك الصغار لا هذا مختلفين اح باليز 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 زينك طبيت عندي ما يصير ما يصير والله هذا قسم بالله غثيث ذا دمعت عيوني منه خد 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 قام يجلد كتبه قام يجلد كتبه درع قوي درع قوي وش الحل وش الحل وش الحل الحل بنجلد الحين جو 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 جاك زيزو جاك عن شكله وكافح مماروتي بس العن شكله هذا كيف يا جماعة كيف نطرح ذا عبد الله جاء تو جاء لا تروح لا تروح لا تروح اصبر اصبر لا تروح لا تروح يا اخي ذاك صنديد ما يجي شيء ذا من كسر الرشاش عندي اقوى الرشاش عندي اقوى مات 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 اي مات باقي ثاني باقي ثاني خل 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 علي خل علي خل علي اسحب لعيون 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 ابو علي ابو علي منو وخر 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 احنا زهني ذا ورا 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 انا كلنا زابين ابعدوا ابعدوا كلنا زابين من القمطه زابين واخر يا النشبة لطق 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 تعال انقذ انقذ الولد الزبنة والله ما لها حل عبد الله الدوسري زابن عدل اوه في نقوص معاه
أصبر 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 أنا عندي سلاح قوي على كيف كيف تصبر. قطيت قنبلة عليه وقت حتى أنا قطيت عليه قنبلة. واضح إن إحنا متفاهمين أنا وعبد الله. تعال انحاش الكلب الطرجولة هرب انحاش بالله خاف منكم فرصتكم يلا عيال عليه كافو يس عدنا حريتنا حيوان ذا والله حيوان يو واجد اوف يو ماما روتي وينت تعال حميني قد يخرب بيت مدربين قد يوسف وراك وراك انا يوسف وراي يوسف مات اصلا يوسف مات ايش السالفه وين جو ذولي كلهم يسال وين جا هذه يسمونه هجوم مباغت ول وين جات ذي كفو تراجعوا للداخل كفو سوالي العاش كفو سوالي العاش يا ليلس طاح جنبي يلا قم عشان ما يقتلوني يا الحين واحليلة طيب ليش زيزو ما نقتل من الاساس ليش تطلع فيني ما في شيء نلتقطه انت زابل ومساعد وتطلق علينا ابي ذا يطلع ابو راس والله مكان حشره بنفسجي هنا في بنفسجي اشوفه سوف تموت شلون يضرب انه على المكان اوف خلاص والله مت تعالوا لي هذا يضربك يوسف ترى يضربك بنفسجي انتقم لك يوسف ذبحته جايك زيزو ذبحته كفو العيال راحوا من هناك طبعا طاقه تعال هنا تعال اخذتها وقلت عنينا استغفر الله من اللعين مت انت ركز بالهناك جاي ركز وركز وين في واحد ثاني خلاص خلصنا صح اتوقع خلصنا باقي اثنين خلوا مع عبد الله الدوسري طيب تعالوا هنا اوه زعيم قيوط اوف زعيم قيوط انتبهوا منه طح 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 جو زحمة لا اي كبلة ماما روتي تعال يوسف تعال ماما روتي جا واحد سريع الله يستر لا يطرحنا عبد الدوسري وينه الله عن شكله طرحني يوم جيت فقد يوسف اوف صدعنا ثلاثه زيزو لا تموت روح زيزو اصبر اصبر في سنايبر هناك اصبر بنرجع للحياه قومني لا مع السلامه السياره جايه احترق لا قويه يا جماعه والله خططوا لكم عدد صراحة خلكم مرة أفضل مرة نروح ندرع أفضل لنا القيوط إيه ها انفلت رعيت السكاكين أسمع صوت رعيت السكاكين هذه كليكرز بس بشرية جاتك جاتني المشكلة تخترق صفوف أخوياي هذا اللي يقدر تخترق صفوفه وتجيني كيف ما أدري أبو ناصر يلعن شكلك مشجعك رامبو إيه. القيوط ها شفتوا اختراق صفوف اخوياه شفتوا كيف يوسف اخترقت صف يوسف تدري يوسف هذه جزاتك حرقني بالقنبلة تراجع لا لازم داخل وياك بلزلز تعال اذني انقذ والله بهين يا بنت الذين زيزو طاح تعال انقذني حليب السعوديه لازم انقذكم انقذني حليب السعوديه يلا تعال عبد الله تعال
استاذ انا بعيد يلعب شكلك يلعب شكلك مشجع كذا اصف من ورا من ورا انا بعيد خلوه انا بلقطها صدق يلا 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 ضربت القيود يلا يلا باقي شيء من درع باقي شيء من درع كمان 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 اجلد القيود اجلد القيود اجلد القيود ليتس دو ات ليتس دو ات القيود القيود ايه مات القيود كافو 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 انا اللي ذبحته انا اللي ذبحته زي زي شاطر 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 صفقولي اعطوك كروفليكس صفقولي اعطوك كروفليكس اعطوك كروفليكس لما اكتشف مهمه جانبيه والحمد لله يا جماعه انجزنا المهمه وخلصنا من هذه المهمه الصعبه جدا في لعبه ديفيجن 2 يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسون اللايك شاركونا تحت أرائكم حول اللعبة كيف تشوفونها بالنسبة لنا اللعبة يعني رهيبة بالطور التعاوني وتحسنت بكثير عن الجزء الأول لا تنسون الاشتراك تفعيل التنبيهات أشوفكم إن شاء الله بكرة بكرة في عندي فيديو بيعجبكم إن شاء الله فخليكم مشتركين أو تابعوني بتويتر فعل جرس التنبيهات إذا ما يجيك إشعار اليوتيوب وشكرا للشباب اللي كانوا معي على رأسهم جوسو ذا تيكا 99 وعبد الله الدوسري تيك تايم جيمز وزيزو تايجر ماماروتي ربعنا واخويانا شاركونا في هذه اللعبه شكرا لكم واشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم